تحياتنا لكم متابعينا من قناة الأخبار، معكم حسين هاشم وموجودين مجددا بمحلات فورنيتشر سيتي. بس خليني أخبركم سر هيك من أولها يعني اللي حتحضر الفيديو من أول يعرف الأسعار هيدي اللي حطوكم إياها اليوم. أنا قالوا لي لأول مرة بيعملوها، مزبوط ولا لا؟ مزبوط والله مزبوط. فأنا بعرف كتير منكم صراحة، مش سر هيدا صار الموضوع، بينتروا هيدا الفيديوهات لحتى يشتروا فورنيتشر. مزبوط ولا لا؟ نعم صحيح، في كتير عالم تنتر هيدا الفيديوهات وفي منهم بعتوا لك مسجات وإيميلات يعني. 100% ففي منكم أنا بعرفهم كتير، يعني أنا بعرفكم بالاسم، تنتروا لشو؟ للشباب يعملوا هيدا السل لحتى تشتروا فورنيتشر وقصص وحكيات. أنا اللي سمعته في حرق للأسعار، في شغلات تخفيضات مش معمولة بحياتها. يعني هني خليني خبركم أول سر، هني قلهم بالعادة الشباب بيعملوا 20% off 30% off أكثر شيء 30% off. اليوم شو؟ اليوم والله يا الخال فوري، اليوم 40% لأول مرة بيعمل 40% على الأساس و 50% على السجاد والإكسسري، أي قطعة بالمحل 50%، يعني الأثاث 40% والسجاد والاكسسوري 50% على كل شيء بالمحل. طيب وكمان متبع موعودين علينا في شغلات هيدي رح تكون بس لكم، فمي كيف هات باي هذه بقول هذيك شو يعني هودي بكم تحضروا الفيديو. صدقوني هذيك المره وحيت الله لما عملنا الفيديو رحنا كنا خلصنا ورحنا قعدنا هيك بقهوه قاعدين عم نتسلى، لك صار يبعثوا لي مسجز قال لي ولخي عباس انه حجزوا لنا هيدا والله في السد الجري انباع واحنا لسه رايحين نسمع مع بعض ما طلعناش من الستور انباع دغري. فحيلا هلا بدكم تنتبهوا على الفيديو، حيلا شغله فاهمين كيف بيقولوا لكم هيدي هات باي او اخر ايتم او شيء انتبهوا عليها ودغري يعني بالطريقه يعني ما تستنوا لاخر لحظه يعني في الشغله يجي ياخذها. يلا بدنا نعمل لكم لفه مثل ما موجودين علينا، فيديو مميز جدا، اعملوا شيرز، اعملوا تاج لاشخاص تانيين، اعملوا لايك، خلي عالم تستفيد من هيدا السيل لانه انا بعرف كثير منكم بينطروا لحتى الشباب يعملوا هيدا التخفيضات وهيدي الاسعار. هيدي الاسعار صدقوني حرق، فاستفيدوا منها شباب. يعني انا خلص شو بدكم فيي، انتم استلموا الموضوع. يلا طه ومحمد، انت حسين الكل في الكل يا زلمه، بدونك احنا ولا شيء، وبدون ابناء جاليتنا العربيه والكلدانيه كمان احنا ولا شيء. طبعا اول شيء بنحب نشكر دائما في كل فيديو، كل ما شكرنا ما بنعطي الناس المتابعين حقها، فمشان هيك شكرا للدعم لابناء الجاليه العربيه والكلدانيه للي بيجوا، والحمد لله رب العالمين صرنا اهل احنا وياهم. طبعا انا عجبني كثير هذا الموضوع انه فيهم يشتروا بلا كريدت، ياخذون تقريبا 100 نهار يعني في 100 يوم وفي 120 يوم دفع بالتقسيط بدون اي فوائد وبدون كريدت. يعني للناس اللي حتى لو ناس جايه جديد من برا من على امريكا وما عندها كريدت استيل بنقدر نعطيهم ابروف وبيقدروا باخذوا اثاث بيت كامل شو ما بدهم ويدفعوا براحتهم 3 شهور واربع شهور بدون فوائد. طبعا للمره هاي اكبر تنزيلات في تاريخ الاثاث راح توصل 40%، راح تبلش عندنا بال 40% فما فوق، مش رح نبلش لا ب 20 ولا ب 30، 40% على كل شيء في المحل، كل قطعه اثاث في المحل. طبعا خلينا نبلش يا اخوان، بس اذكركم بالعنوان، في عندنا فرعين، فرع على تشيري هيل وانكستر 27165 تشيري هيل انكستر ميشيغان 48141، والفرع الثاني في ابسيلانتي 2299 إلزورث رود إبسيلانتي ميشيغان 48197. هذول الفرعين الوحيدات اللي عندنا موجودة، وأهلا وسهلا وبتشرفونا. وخلينا نبلش حسين في الأسعار. يلا بلشوا. طبعا عندنا هلا عاملين عروضات وباكج ديلز على ليفينج روم، بتشتري مثلا صوفة ولاف سيت راح يجي معاها مثلا باكج 3 بيس كافي تيبل مع سجادة مع تيبل لام، كله هذا بس تيجي راح تاخذ عليه 40% خصم. سو غير انه في 40% غير ال 40% رح تعطوهم هولو 3 طاولات والسجادة في باكيجات، هذول بضاعة اشلي، هذول سبيشال بنجيبهم، في كم من ست بيجي معها باكيج كامل، السجادة مع الكافي تيبل مع اللامبس مع الهاي، هاي باكيج بنحط لك اياها على الارض، انت بتيجي تتفرج عليها بتشيلها نفس ما هي على الارض. طبعا يعني في اكثر من ست احنا عملنا كم من باكيج مثل هيك، مثلا صوفا لاف سيت 3 بيس كافي تيبل 2 لامبس و 5 باي 8 راج وكله عليه معلم 30% خصم. لساننا ماخذ على ال 40 يعني على ال 30. تعال تفرجيك هاي. طبعا هذا اللي هو ريكلاينر، باور ريكلاينر، يو اس بي تشارجر، بلوتوث، سبيكر، ال اي دي لايت، هاي $3000 40%. طبعا والله ما بعرف قديش، اما 40% بتحسب وخذ 40% القطعتين.
شايف يعني 1799 دولار 1800 دولار شايف هذا الباكج اللي بكين عاملين ب 2900 بطلناها هالعادة يا خالي اليوم 2500 دولار بتأثث بيت كامل من ليفينج روم لبدروم لدايننج تيبل لكافي تيبل لسجادة هاي بتاخذها ب 2500 دولار فقط لا غير بطلناها ل 2900 بدل 2900 نزلناها ل 2500 شوف كيفاش كان العرض قوي 2900 تفرش بيت كامل اليوم ب 2500 واحد شيء من عندك وشيء من عندي يلا فرجيهم الجلامر كافي تيبلز الفاير بليسز فانيتيز لامبس اكسسوارز كاندل هولدرز كل شيء اي شيء اسمه اكسسوارز 50% مش 40 50% خصم على كل اللي في المحل يلا نحن رح نعمل لكم لفه بالمحل نفرجيكم على اشياء مميزه طبعا بدي احكي لها شغله مهمه هان في عندنا اكثر ممكن في 10 ايتم هذول من اشلي بتقدر انت تفصل الموديل اللي انت بدك اياه المقاصد بدك اياها الزاويه اللي بدك اياها تيجي عندنا تجيب مقاساتك واحنا بنرسم لك اياها وبنطلع لك الحجم والسايز اللي بدك اياها تقدر تطول تقدر تكسر تقدر تعمل لفت ارم تشيز تقدر تعمله رايت تشيز حسين بس للمعلومه بما ان حكي اشلي لازم يجي معها التاج تبعها لازم يجي معها البوك تبعها مش المهم امرك عن بضاعه انا واقول عنها اشلي وتمشي انها اشلي لا اشلي طبعا معروفة لازم يجي التاج عليها لا بدون ما تيجي هاي الشغلات عليها شو ما تحكي لي اشلي هاي مش اشلي طبعا مشان لا تفكير اي اشي احنا بنبيعك اياه من اشلي عليه 1 year manufacturer warranty سنة كفالة طبعا احنا يوم بنقول لك اشلي نحكي اشلي احنا ما بنجيب لك بضاعة من برا من الشارع وبقول لك باسم اشلي تعال شوف هذا يا الحبيب هذا اخر واحد بلشنا هلا هذا اخر واحد يلا كداش حاطين الف دولار ألف دولار من 2500 من 2500 لألف دولار بلش الحرك في الموسم هذا اختار تعال شوف شو هيدا هيدا بدل 2500 دولار هيدا ألف دولار ألف دولار بس خلينا نقول لهم هيدي آخر قطعة نعم تمام اتفقنا يا جماعة بس هذا من عند كحلة آخر قطعة بس أنا من عندي هان هذا البلاك والجولد مش آخر قطعة وبدي أحطه على 1250 دولار الصوفا واللاف وفي منا بجوز 10 ولا 15 سنت هيدا تركي هذا تركي تصنيع كاستوم ميد إلنا سبيشل هذه بدل 2750 1250 دولار الصوفا واللاف سيت احفظوها وفي منها تقريبا 10 ل 15 حبه لسه طبعا موجودة. ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله رب العالمين طبعا بس مجرد بس فرجيهم المحل وكبر المحل مشان يوم يجي زبون يختار الموديل واللي بده اياه ويقعد ويجرب ويشوف بعينه ويشوف البضاعه بعينه تعال شوف هاي شو حلو هيدا تو لاف سيت وتشير تو لاف سيت شو حلو هيدا وتشير كمان هذا تركي هذا ب 1500 دولار الثلاث قطع تو لاف سيت حاطه ب 2200 2200 حاطه اخر واحد سبيشال صح لا لا انسى 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 انا مش جاي العب هان الكيت انا جاي مع حسين جاي لمتابعين حسين 1500 دولار التو لاف سيت والتشير دشني من اسعار ال 2000 دولار هذا اخر واحد هذا تركي هذا اخر واحد هذا اخر واحد ركزوا تو لاف سيت مش صوفا لا بس خليني انا لانه هون بس لحتى في شغلات عم بيقول لكم في اكثر من يعني هذا الاسود اللي هون كان في 15 حبه في منه الخمره وهيدا الجرين اخر حبه اخر حبه بس ميك شور انه تو لاف سيت مش صوفا لاف يا حسين تو لاف سيت يا تو لاف سيت والتشير حاطينها ب 2200 اخر قطعه اخر ثلاث احنا انا بدي احط لك اياها ب 1500 هاي ال 2000 بدي اشيلها من القاموس اليوم تعال حول لهون طبعا هيك تشكيله بس على السريع شوف السكشنز اللي هون جاي لك انا يلا روح سكشنلات تاعت اشلي زي ما حكينا في مثل السكشنال هذاك بتقدر تكبر تقدر تصغر تقدر تضيف هاي اشلي اللي بدك اياه مش المهم احكي لك اشلي لازم الدفتر البوك معها والتاج يجي معها كل انواع السكشنالات موجوده ومتوفره طبعا تشكيله غرف نوم ولا موجوده في اي محل في ميشيغان كواليتي طبعا الكواليتي اهم شيء احنا بنبيعك كواليتي بنبيعك بضاعه كواليتي ما بدنا نجيب نفس الغرفه هذه بكواليتي اقل بدنا نجيب لك بضاعه اللي تشتري يوم تدفع 3000 وال2000 والالف انت تكون مستدافع والضاين عندك سنين مش انك تشتري من عندي بعد شهرين وثلاثة وتتكسر البضاعة تمام بس لحتى نحن يعني في البضاعة ما عم نشكل اسعار لانه خلص 40% كل شيء 40% كل شيء 40% هاي 50% شو هي هاي 50% طيب. 4500 2250 دولار طاولة ما بس احفظوها لهاي لانه هيدي فوق ال 40% اعطوكم اياها 50% شايفينها؟
جيب لي اخوي هالكاميرا يعني شايف اسعار مش عاجبتنا من الزمان اللي غايب شهرين عن المحل لك شو حلوه هيدي حمد شو هاي هذه الافسيت اخر واحده اخر واحده وحاطين لي ب $700 اه اذا ما تفضحناش قدام الزباين اخوان هذه ستورج مع صوفا بل تفضحناش مع الزباين يا زلمه $200 يا شباب الحق الحق تعال تعال $200 هي انا بشتريها ب $200 تعال شيلها على جنب يلا اكبر على الصوت خلص صوت دلوقتي. والله ما عم بمزح هذه انا بخدم ب $200 هذه مبيوعة لحسن حظ هاي هاي صوت هاي مبيوعة ورجيهم هاي احسن شو حطت لي اخر قطعه ب 700 جدا 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 بدي اياهم يشوفوا العالم هاي الغرفه هاي الغرفه هاي سيجنتشر ديزاين باي اشلي مش المزور احنا ما بنتعامل مع المزور هاي الاصليه تمام. لازم تشوف كل قطعه عليها سيريال نمبر الجرار مش جرار لانه في ناس قاعده بتجيب في بضاعه مزوره وقاعدين بيقولوا عنها اشلي فاحنا قاعدين بنبيعك اشلي الاصلي بارخص من محلات اشلي الاصليه فهمت علي يعني بتروح تقارن اسعارنا في اسعار اشلي بتلاقي احنا اسعارنا ارخص منهم يلا وشغلة ثانية أي قطعة بتجيبونا إياها مش موجودة عنا إحنا بنقدر نوفر لكم إياها يا عين اسمع أي قطعة بتجيبها وأي سعر بتجيب لي إياها أنا بنزل لك عنها يلا شو ما يكون أنا شو قلت لكم بأول الفيديو لك عباس وراي أنا شو قلت لكم بأول الفيديو مش قلت لكم الشباب ناويين عليكم بيعطيكم الأسعار لأول مرة بس نقول أول مرة بتعرفوني أنا يعني ما بحب ما فيش عندي تفنيص هون على الصفحة ف ان شاء الله تكونوا عم تستفيدوا منا وصدقوني يعني مثلا بشكل عام هذول الغرف انت عم تعمل متبي كون انا عم بحكي دائما متبي كون انا عم بحكي بيقطش فيه عم تحضر شكلك برنامج الطبخ انت ها هذا ولا سعاده يا حسين متعودين يلا يعني عندنا غرف نوم كوين سايز اربع قطع بتبلش من $699 فما فوق 699 ليكو بس لفرجيكم على غرف النوم يعني كل الأزواق موجودة يعني من $700 فما فوق بتبلش تاخذ غرفة نوم هيني ها بس لفرجيهم مزبوط هذه غرف نوم حتى اللي بده ماترسز عنده ماترسز اللي بده adjustable bed يا معلم اللي بده يدلع نفسه بيطلعوا بينزل ابو المساج وما مساج اطلع اطلع لا 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 ولعت 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 سو هيدا كمان على ال 40% كل شيء في المحل 40% زي ما انا اليوم علي 40% حتى كحلة كحلة علي 80% 80% اه كحلة جماعة زبايننا وحبايبنا اكبر تشكيلة ريكلاينر في ميشيغان كثير حلوة طلع عندك والله ما انا عارف يمكن 40 ست بس ريكلاينر تشيرز هذول راك ريكلاينر سويفل كل شيء عليه 40% خصم خلينا بس تمشيلهم هيك على الريكلاينر بسرعة ها ديكو ريكلاينرز هودي كله ريكلاينرز نرجع لعندكم يلا بنرجع من هان تشكيلة سكشنز لذر كماش جلد اللي بدك اياه كله موجود يعني تخيل بتيجي بتاخذ صوفة مع لاف سيت على الريكلاينر بتبلش من $1200 فما فوق تذكروا هودي الفاير بليس 50% 50% اه 50% خصم نازلين كتير بضاعة جديدة باي ذا واي طبعا في كتير بضاعة والله العظيم بلف لسه بحكي لعباس أول مرة بشوف البضاعة والله برافو عليكم تعال هاو ذا تيبلز بس كمان. وقف يا حسين هان بس هان وقف هان على الراس ايه وبس فرجيهم الدايننج تيبل اللي من هان وبترجع بتطلع شمال بدك تجيبي أسفل محل ما شاء الله اسم الله مان اوكي كمان تنسوش السجادات لايكوا السجادات هني حاطين سجاد 50% يعني لايكوا هني شو حاطين الساين 20% طلع بس مجرد بس لايكوا انتم 50% طلع الحلو طلع 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 50% اوف السجادات طلع يا معلم طلع اي سجاده موجوده 50% طلع التركي 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 طلع طلع شوف فرج 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 طلع طلع على الكواليتي طلع على الكواليتي هان طلع يا معلم كله 50% طلع تمام لايك كل الالوان في كل السايزز ها كل الاحجام موجوده طبعا الحمد لله اسعارنا بدون ال40 و50% منافسه للمحلات الثانيه جرين تمام اكيد امبارح شفتوا اوكي تعال هو العنوان يا اخواننا موجود ب عندنا محلين الفرع الاول 27165 Cherry Hill Road Inkster Michigan 48141 المحل الثاني في مدينة إبسلانتي 2299 Ellsworth Road إبسلانتي Michigan 48197 ها؟ هذا كله جديد يا معلم شو اسمه شيكاغو بتوصلوا على شيكاغو بنوصل بالنسبة للتوصيل كل ولاية ميشيغان بنوصل لها وبأسعار مناسبة جدا جدا جدا
والمناطق المدن أوهايو. اللي حوالين اوهايو شيكاغو كلهم هذول بنوصل لهم بنوصل له وصلنا له من قبل طبعا يلا هذا 2700 دولار على السبيشل ب 1300 دولار ب 1000 دولار فقط لا غير طبعاً. وانا لو ما حركتش طه بدي احركه 1000 هذا اخر واحد جاي الوقت طبعا انت بتحكي 1000 على ريكلاينر هاني معلم محمد هذا اخر واحد هذا اخر واحد تمام اخواننا بدل 2700 دولار هذا اخر واحد سوف لفصيت 1000 دولار شو هذا 1000 دولار يلا وين هلا بدنا نروح هذا طلع الموديل الحلو محمد خمس دقايق لانه الف... انا عم بقرا الكومنت اي هلا بلشنا الكومنت 1399 دولار يلا 1399 يعني بشكل عام 40% كل شيء في المحل محمد عرفني هذا انا يا اخوي شريك هذا جديد والله لسه ما سعرناه ولا عملنا له شيء بس على كل حال عليه 40% خصم هذا جديد امبارح وصل فرجينا فرجينا الحركه اللي بدك تحركها تعال انت بتحدى فيا اه 2100 هذا مش اخر واحد هذا موجود منه ان شاء الله بدك 20 حلو ب 1000 دولار ألف دول حلقك روحك يو. انت بتحدى لطه انا قاعد اليوم مزاجي رايك بس طلعوا لكم بس أيوه. حتى 2100 هذا ب 1000 صار ألف. اللي هو هيدا اللي هو هالحلو هيدا اللي قدامكم هيدا 1000 دولار 1000 دولار كمان ريكلاينر طبعا ريكلاينر كمان هاي وهاي ريكلاينر يلا ننقل يلا اخر حبه طبعا احنا في شغلات كثير بنمشي عنها بقول لك اخر حبه للي تحبها وهذه في شغلات بنمشي عنها موجودة بس أن 40% بدنا نفشك إحنا بدنا نحاول نركز على آخر قطعة مثل هاي في عندي حبتين هاد وبعد واحد سعره 4000 نزلناه على سبيشل 1999 تعال خذ على 1500 دولار سو هاي بدل 4000 دولار تاخده على 1500 دولار 1500 ضايل حبتين هذا بس في حبتين هيدا نعم تشارجر كل شيء هذا كهرباء ضايل حبتين ليكو هيدا هيدا على الكهرباء يو اس بي كل شيء فيه تمام يلا بننقل لعندك تعال انا بدون حرك بطعش على الفيديو طبعا هذا اللي هون هذا موجود فيه منه اللونلي جري في تقسيط يا انور في تقسيط في لون جري وفي لون الابيض اللي هو الاف وايت تعال شوف هنا يا حبيب تعال شوف الاسعار وال ها عندك سكشنز هذول اشلي 40% شوف هاي لما بقول لك 40% وسعرها العادي 1550 هاي اشلي بس سؤال هن 40% فوق هذا اليلو برايس اللي بعد اليلو برايس يعني تخيل انت السكشن شوف محلاها ب 1550 والله العظيم بننافس في اسعار اشلي وتعمل عليها 40% يعني توصلش عليك 930 دولار 930 دولار براند ومنها كميات يلا يلا خلينا نمشي 930 والله ما شاء الله شاطر يا زلمه انا بعدك اخر قطعه هاي ب 1000 دولار عباس سبيشل هاي بدنا نسميها رجعنا لعباس عباس سبيشل عباس دي طبعا آخر... هاي اخر قطعه في المحلين عندي واحد وعندك واحد اللون هذا احنا بنحكي يا احنا بنحكي عن اللون البرغندي هذا نفس عباس اخر قطعه ابو الف هذا اللي الفيديو اللي قبل العالم اتخانقوا عليها اخواننا بدل 2800 دولار اخر قطعه 1000 دولار اخر قطعه في الفرعين يعني قطعتين يعني في واحد هون واحد وفي بالفرع الثاني واحد بانكستر على 1000 دولار 1000 دولار تذكر عبا نفس اللي شعل لون الجري يقولون العباس اللي عملها في نفس اليوم انباع لواحد من اوهايو بعرفش اذا بتابعنا او لا اكيد عم يحضرك هلا يا اجى شاله من اوهايو هذا حركة اخر حبه هاي هاي اخر حبه آه 400 دولار قطعتين يلا شو 400 تشيل تشتري انت انا بعطيك في غراض انت حتى بدك تصير تشتري على الفيديو 400 الثنتين بدك لا مع المخدات مع كل شيء 400 دولار 400 دولار قطعتين والله العظيم اكل من راس المال يا زلمه 400 دولار اكل من راس المال اطلع هذا الطقم خي روق روق خوتني هذا روق يا زلمه انت عم تمزح ولا عم تحكي جد والله بحكي جد ها شو 400 لك هذا 400 دولار حطه يلا طه حطه ب 400 لا بروق صلي على النبي اللي بيجي بياخذه ب 300 دولار 299 شو هتعمل انت وياه يلا 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 299 هذا سوفا سوفا نفسي ب 300 يا زلمه الكحله يا زلمه الكحله خلي بيتك احلى مع الكحله خلي بيتك احلى 299 يلا 299 هذا اخر واحد اخر واحد طلع الحلو هذا شباب انا صدموني سوري يعني شو هذا الشيء الجديد هذا طلع هذا الجديد لك يا ابن السما هذا 300 دولار انا مش 300 دولار قطعتين واذا كمان سؤال بعمله ب 250 والله اكل من راس المال يا حسين اكيد اكل من راس المال شو طلع يا حسين طلع هذا هذا يعني صعب لسه هذا فيه بضاعه واصله جديد مشان هيك مش عاملين لها سجاده هذا الطقم عاطينه احنا على 2000 دولار بتيجي بتاخذ على 1200 دولار صوفا ولفصيت مع المخدات على 1200 دولار فقط في فرنتشر سيتي انا بعدني مظبوط شو هذا اللفصيت في منه شيء ها هذا في عندي تو لفصيت منه تو لف سيت اللف سيت الثنتين اللي عندك اي قطعه من هاي على 250 دولار
250 يعني موجود من حبتين 250 تاخذها يلا فرجيهم هيك تشكيل دايننج تيبل كله 40% والله يا حسين بس اغلبك لو سمحت بس تيجي بدي تفرجيهم هان الماتريسز بيوتي ريست حسين لما حكى لك حكى لك ركز على الاسم عندنا احنا الماتريس في بيوتي ريست في سيلي في سيرتا في اشلي كله عليه كفالة 10 سنين اتحدى في هذا الماترس اونلاين اذا بتحط على الاسم هذا 2000 دولار وفوق احنا حاطينها ب 700 وب 800 دولار حلو وعليه كفالة 10 سنين كفالته بتيجي معه طلع يا معلم طلع سرته 10 سنين كفالة 14 انش حلو هذه يا حبيبي اكسترا فيرم للناس اللي بدها ماترس تكون اكسترا فيرم هيها موجودة عنا عليها 40% يعني أسعار منافسة لمحلات بيوتيرست ومحلات السيرتا بحالها يلا شو بعد في عنا حتى نخلص غرف طاها هاي آخر وحدة حكها يلا مش مبين آخر مش كاتبين آخر واحدة والله مش قاعد أحسب ومش قاعد أعمل طلع فيها طلع هاي الغرفة التخت والتشست ونايتستان والجلسة أوه هضر I'm so sorry sold بيعوها خلاص ما بيوها ما بيوها لك زحزح بس لحتى الاماني لا انا مشان ايوه انا الأماني. بصراحه بدي احرك كان عم يحرقها محمد والله بدي احركها طلعت محلوقه اوريدي طلع عليها انا في منها لونين الغرفه هاي هاي الغرفه في منها لونين على 1599 انسى ال 40% وانسى ال 50% على 1599 ركزوا معي التخت والنايت ستاند والجرسر مع المراع على 1600 دولار 1600 دولار هانا معلم هذه الغرفة كمان كلها بتضوي كمان هذه احتمال انها اخر واحدة هاي اخر واحدة هاي اخر واحدة 50% عليها يلا اعملوا حساباتكم وتعالوا خذوها ب 50% خليني يلا شباب شلنا على ال 22 منت بدناش نطول كثير اخر طقم خلينا نفرجك عليه طبعا هذا يا اخوان تركي في منه السكشنال في منه الجري والجولد يلا جاي لك البيج والجولد والجري والجولد والبلاك والجولد وموجود منه على الكورنر سكشنال مش معروضه على الارض بس موجوده على الكورنر سكشنال على صفحه الفيسبوك موجوده وعلى الانستغرام موجوده في منها على 3 ألوان هاي تركيه وصلتنا جديد معروضة عندنا هون على الصوفا واللوف والمحل الثاني معروض فيها على سكشنال اعملوا عليها 40% السعر 40% تمام خذ منها خذ منها لفها يلا خذ منها وين خذ منها عندك اللون البلاك ووايت والبران والبيج احنا حاطينه على سبيشال 50% 599 هذا اوكي بس لحتى هون بس ما كملتش السعر وهيدا هذا اللون وهذا اللون تمام على 499 499 يعني احنا عاملين اوريدي 50% وكرمال واتساب ميديا شو الاخبار وكرمال حسين ومتابعينا وداعمينا على 499 سو هيدا 499 يا جماعه هيدا اللون او هيدا اللون يلا شو بدنا نفرجيهم بعد شيء ونوقف الفيديو خلينا نفرجيهم هذا تشكيله غرف هاي كمان فرجيهم على غرف اشي اوه هاي هاي الغرفه لازم هذه من هي من هي لازم ضروري حسين يلا محمد يلا يا محمد هاي يا معلم طلع هاي الغرفة الملكية بس خليك منك مكتوب عليها سولد انسى هاي الماتريس سولد اه الغرفة هاي على اللون هذا واللون السيلفر مع البلو فقط 1699 1700 دولار 1700 دولار في منها كوين وفي منها كينج تمام طبعا ال 1699 التخت والجرسر والمراة والنايت ستاند تمام طبعا زي ما حكينا كل شيء 40% عليه خصم من كاوجات لو بدنا نلف عشان ننهي الفيديو ونخلصه بدنا نذكركم في العناوين اول عنوان على تشيري هيل وانكستر 27165 تشيري هيل انكستر ميشيغان 48141 وعنواننا في ابسيلانتي 2299 إلزورث رود ابسيلانتي ميشيغان 48197 خدمه التوصيل موجوده وخدمه الاقساط موجوده كل شيء بالمحل 40% لحتى نهايه الشهر السادس 50% على السجاد الاكسسوارات التحفيات اي شيء بالمحل اهلا وسهلا وبتشرفونا ودائما احنا متابعين صفحه واتساب شو الاخبار ميديا دائما لهم لهم سبيشل خليه يحرك اخر طقم قديش احنا حكينا بدنا نعملها 950 كل شيء على الارض فيه طلع
ركز 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 معي. طبعا هذا كمان اشلي. ها جاي. اشلي يلا هي اخر اخر شيء هون يلا. سكشنال مع السجاده والثري بيس كافي تيبل مع تو لام على 950 950 دولار هيك 950 دولار تو تيبل لام ثري بيس كافي تيبل 5 باي 8 راك والسكشنال مع المخدات على 950 دولار مش مع الكرسي بس للسكشنال بدون الكرسي. اي بدون الكرسي. الكرسي الكرسي عليه 40% تمام بس لحتى نكون واضحين هذا الست اوكي شوفوا هون الابيض. شوفوا هون كلها هيدي فانيتيز 50% اوف اتفقنا يلا لك محمد اخر شيء صوفا لاف سيت اشلي لذر اللون الابيض احنا عاملين على 999 يمكن ضايل عندي ثلاث او اربع ستات على 799 سو هيدا ب 800 دولار 799 على السريع غرفة خمس قطع طبعا هاي الوحيدة اللي عاملينها احنا ب 5 بيسز الجنصر ومراه تشست نايت ستاند مع يو اس بي تشارجر مع البد فريم على 1000 دولار رايحين نعملها 1000 دولار وماتريس بوكس مجانا تمام انا بدي انهي الفيديو مع الشباب خلينا بنقف نحن وياكم حتى الموجودين بالولايات الثانيه عم يسال عن اريزونا عن نيويورك عن هيك يعني انتم صدقوني اذا عم تفرشوا بيتكم كله خذوه من هون فمن كيف وهن بيساعدوكم اكيد بتدفعوا الشيبينج انا كثير بيتصلوا علي دائما بساعدهم بجيب لهم التركات بجيب لهم الهاي يعني الترك بيكون جاهز باب المحل بس تجيب معك واحد يسوق الترك موجود كل شيء واحنا بنساعدك فيه على الاكونت تبعنا بيجي عليك ارخص ما انت تروح تجيبه بيرسونال من الشركه تمام هيدا كان الفيديو تبعنا محمد وطه بدكم توقفوا حدي خلينا نحن الفيديو مميز صراحه الاسعار اللي اعطوكم اياها ما حدا رح يعطيكم هيدي الاسعار ولا بالخيال. صراحه يعني فاهمين كيف يعني انا هونيك ضليتني 3 دقائق لحتى استوعبت الاسعار اللي عم يعطوكم اياها فمميزين شباب اوادم عندهم فرع هون بابسيلانتي وعندهم فرع بانكستر احضروا الفيديو بعتوا الفيديو لقرايبينكم اللي حابب يشتري فرنتشر استفيدوا من هيدا الاسعار ومن هيدا الفيديو لانه هي الاسعار مش على طول موجوده يعني في عالم كانوا يدقوا لنا امتى رح تعملوا الفيديو الثاني عشان نجي ناخذ السيل فما كيف مزبوط ولا لا صح ايه فالعناوين موجوده بالديسكريبشن العنوان موجود بالديسكريبشن تبع المحلات وموجود رقم التليفون والشباب دائما بيساعدوكم ما عندوش كريدت في يجي ياخذ بالتقسيط واللي عنده كريدت كمان في يجي ياخذ بالتقسيط اذا بده ومحل مميز ان شاء الله تكونوا عم تنبسطوا بهذه الفيديوهات الفيديوهات اللي عم نعمل لكم اياها طه شكرا لك حبيبي محمد حسين. شكرا لك طبعا وبحب ومتابعينا كمان شكرا لهم على الدعم اللي دائما متواصل الحمد لله احنا دائما برضه عشان فرج حسين شو النتائج اللي احنا بنعطيها بجوز في الشهر هذا وصلك مسجات وايميلات شكر من الزباين على الاسعار على المعامله على المصداقيه على كل شيء وانت بعثت لنا اياها على جروب هذا الشيء بنعتز وبنفتخر الله يخليكم اكيد صدقوني حرقوا كتير الاسعار استفيدوا من البرايسز اللاست ايتمز يعني هن لاست يعني هن اخر ايتم فانتبهوا لهم يعني يلا بنشوفكم الى اللقاء شكرا لكم يعطيكم العافيه